هلا بكفي كده. انا عم بحكي انه عندي انا هون جون هون، هلا عم بحكي عن الصفه الاختياري. استاذ من هذا الحديث هلا حكوا اكثر من هذا الحديث، بعد شوي بدي تفصيل اكثر، بس طبعا نفس الطريقه نفس الزمن نفس كل شيء، بس حاول اوضح اكثر. بس هون عندي انا تون هو هذا انتوريو، شو عرفني؟ طلع انا اسمع بالجمله، هون في عندي زمان وهون في عندي زمان، مثلا هون عندي انا تون تي أو ممكن تقول أنا إيل عشان نكون معنا صح. أوغا سوني هون عندي كتير مش عارف كتير عم تقول، لأنه ما في عندي أو فعل مساعد اسم مفعول، عفوا فعل مساعد دي معنا واسم مفعول. طيب معناتها هذا أو كتير عم تقول، معناتها شو لازم أختار؟ يكون خيارات معقول، واحد اثنين ثلاثة اختيارات، فأنا بدي أختار واحد. ما دام أنا في عندي أنتر كنترول معناتها بتاع شرط يكون كيف صح. أنا شو أقول؟ إذا شفت زمان مركب لازم آخذ بسيط، إذا كان عندي أنتريور لازم آخذ معه كتير صعب. تمام؟ طبعا حكينا إنه أنتريور مع دلالات، أما الكتير سامبل بدون دلالات. طيب شوفوا، ما عندي أول شيء عندي كون دلالة تبني على أنتريور، هون عندي أنتريور شو لازم آخذ معه؟ لازم آخذ معه سامبل. أعطوني الخيارات. أول شيء ما بيهمني كي تي ري او ري كي تي و او ري كي تي. هلا هاد نروح انا من الاخر، او ري كي تي ما بيضبط لانه هاد مركب وهذا مركب، فهذا الشيء خطا. طيب شو كان الاستنبل انا؟ او ار اي بحذف شيء، اف او بحذف او، يعني هو حطني هذا، يعني هو زمان بسيط عباره عن كلمه واحده ما بده مساعد. ثاني هو انتريور ما بيضبط، يعني الانتريور معناتها شو ايش بدي اخذ؟ كي تي ري لانه هو نهايته ايه؟ نهايه المستقبل في ان وبعدين دي هات مستقبل. انا شو اخترت معه؟ اخترت انه ما في عم تلقان كله، فشو اخترت معه؟ اخذ معه في كتير سامبل. هذا مثل منهاج جديد لكن كذا بشكل اوسع عن منهاج جديد. منهاج الحديث شباب صراحة يعني هون الامثلة عن منهاج حديث، اول شيء طريق زمن بس يكون في عم تلقان فعلا، هيكون اول شيء هو اجمد يعني اختيارات، هذا اول شيء عباره عن اختيارات السؤال. فهنا حيعطوكم اول زمن بيكون بالامبيور وتاخذ زمن ثاني بالسامبل، او العكس تاخذ زمن او بالامبيور والثاني بالسامبل، او السامبل والامبيور العكس صح، يعني دائما شايفين العكس صح مركب. بعطيكم بسيط بصير بدكم مركب امبيور في دلالات السامبل ما في دلالات، فانا شو عرفت انه هذا هو زمن المستقبل؟ بتعرف من النهايه كمان طريقه من دلالات، او مثلا حاخذ انا كان ايش؟ كان مع الامبير، بس انا قبل ما اعرف انه امبير او سامبل بدي اشوف الزمن، الزمن الطريقه صار فيها كان تي لير تمام، كان تي ليرا فاكين تي هون عندكم زمن تي ليرا، فهاد عفوا هون عندي كان تي او غا لي. هذا شو هو انتريور؟ اول شيء انه هو شايفين او اس لي، معناتها هذا شو هو؟ عباره عن زمن مركب، مركب مساعد نهايه اسم مفعول في عندي دلاله. طيب شوفوا الخيارات، رح اخذ خيارات معي واحد من اثنين، رح اخذ ا في اش تي واحد او في أو أوغا أش تي، أو رح آخذ أش تي غا، أو رح آخذ أش تي غي أز، حيعطوني غير خيارات. هلا أول شيء طلع على الزمن، شو الزمن؟ الزمن الأول هو أنتريور، هي في عندهم أوغ أس تي كمان شو عندهم دلالة، معناتها يكون الزمن الثاني في كل سامبل إجباري، في كل سامبل هو أو أر إي، أنا بحسب شيء أر أو بحسب وين، لازم يكون تقريبا فعل، فيه حرف إف زائد أي نهاية، أ إس أو أو إن إس أو زد و أو إن تي. طيب هلا هذا عبارة عن كلمتين فقط، ما فيني آخذ الثاني أو و أش تي، هلا فيه أو وفيه أو بس لازم يكون نظام بسيط، يعني كلمة واحدة. فما فيني اخذ بهي الصفه، في عندي اشتي غا واشتي غا، طب هي اول هلا
ونهايات مستوى الممكن في عقلك F ونهايات مستوى بس شو الضمير؟ رجع الضمير أساس شو الضمير؟ إيد فشو بياخد؟ بياخد أوت يعني إنه جو آي تي آر إس إي آر فشو باخد أوت؟ لأنه هاد نهاية أوت فشو باخد أنا إجباري؟ باخد أ شتيرا فبيجي بهي الطريقة الأول أنتريور فاختلط مع الثاني شو؟ كتير سامبل لا صح سامبل أنتريور تمام؟ وهيك بتكون تقريبا انتهى الزمنين الأنتريور والسامبل حكينا الطريقة هي عبارة عن خيارات مثل نهاج حديث نهاج الدين هو عبارة عن كتابي أنتريور والسامبل زمنين كتير مهمين بيجوا كل سنة إن كان من نهاج حديث أو كان من نهاج الدين إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الدرس اللي كان عامل في أنتريور وفي سامبل بسبب الأسباب وقدرنا نوصلكم المعلومة بشكل أوسع وأسهل ودوم يا رب نشوفكم على العلماء وحشوفكم إن شاء الله المرة الجاية مقطع جديد وبكلام جديد عن باقي الأزمنة وأحكي عن باقي الأزمنة المركبة وكيف نتعامل فيها مع الجماعة بالتوفيق لكم يا رب ودوم نشوفكم على العلماء المرة الجاية كان معكم أستاذ حسام عشري.